فضيلة الشيخ، أنا أعلم أن التسبيحات والتحميدات والتكبيرات التي بعد الصلاة تكرر 33 مرة، فإذا زدت عليها فهل يحصل الثواب المذكور؟ لأنني أفكر في بعض الأحيان ولا أعلم كم قلت فأزيد حتى أتيقن من ذلك، جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، إذا حصل عندك الشك في العدد وزدت من أجل الاحتياط والتأكد فلا بأس بذلك، تحصل على الأجر إن شاء الله الموعود بذلك. وإذا زدت على 100 التسبيح والتهليل زدت لا من أجل أنك ترى أن هذا غير كافي، وإنما من أجل الزيادة في الخير ومن أجل الزيادة في الذكر، فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.